السوشيال ميديا هي وسيلة، بس هالوسيلة كمان فينا نستعملها بطريقة منيحة وفينا نستعملها بطريقة سلبية. أنا شخصياً قررت استعمل السوشيال ميديا لوصل صوتي، ومش بس صوتي، صوت ناس يمكن عبالهم يوصلوا أفكارهم وطلع لهم منبر. أوف كتير. I would say five hours. كتير يعني شيء 3 إلى 4 ساعات كل النهار. بضيع وقتي كله على انستا بالليل انستا، يعني هلا كل وقت عم ضل انستا. بيطلع على انستغرام شيء 3 إلى 4 ساعات بالنهار. ما بعمل لحق على شغلة على درسة اكثر من 10 ساعات. لاحظت انه السوشيال ميديا اخذت مساحة كتير كبيرة من حياتنا. عندي كتير اسئلة براسي اسألهم، مشان هيك قررت اعزم شخص لعنا، شخص اكتف على السوشيال ميديا، شخص بيشبهني وما بيشبهني بنفس الوقت. انا كنت بحاجه قبل ما تحكي من جوا يكون عندي منبر بيشبه هيدا المنبر اذا بدنا نسميه، وين فينا نحكي اوبنلي، فينا نحكي بالطريقه اللي نحن بدنا نحكي فيها بدون سنسورشيب، بدون ما نخبي اشياء مثل ما تعودنا نعمل على التلفزيون او باللقاءات التلفزيونيه. ثاني شغله كنا عم نحكي بتعرف على جوي اللي من زمان بحس انه مسكر علي عندي مثلي، وطلعنا فعلا عم نحكي ذات الشيء. الموضوع يلي طرحته علي بيعني لي كثير، بعرف قد ايه يعني قبل ما انا افتح كانوا الاسئله موجودين، قد ايه انا السوشيال ميديا بياثر علي مرات، قد ايه ممكن ياثر على العالم. أقول عن جيمي وأنا بنزعج أقول هالكلمة، ممكن أقل وجود على السوشيال ميديا أو عندهم كوميونيتي أقل، قديش نحن بنتأثر. فبس بدي أتخيل تالنتس أو ناس عندهم تلان عندهم أقل فولوينج أو ممكن ما عندهم فولوينج، قديش عم بيتعذبوا بينهم بين حالهم إنه ما عم يقدر يوصل لصوتهم ولا فنهم ولا الموهبة تبعهم.